النهارده المهندس محمود طاهر انتقد وزاره الشباب والرياضه وزير الشباب والرياضه انتقاد واضح وصريح في المؤتمر الصحفي. قال نصا انه هو كان الحوار يمكن اذا قسمناه الى جزئين، جزء اتكلم فيه على ما قبل اصدار قانون الرياضه، والجزء الاخر كان ما بعد اصدار قانون الرياضه وبالتالي العمل عليه وبالتالي اللائحه الاسترشاديه اللي نتجت عنه. الجزء الاولاني اللي اتكلم فيه المهندس محمود طاهر فيما يتعلق باصدار قانون الرياضه، راجل ابدا اندهاشه بشكل مهذب جدا من فكره انه ازاي قانون الرياضه خرج للناس من غير ما يتم اخذ اراء الانديه الكبرى ولا سيما النادي الاهلي تحديدا، لان النادي الاهلي لم يستدعى في اي مرحله من مراحل اختيار القانون او اختيار بنوده او العمل على القانون، قال ده ما حصلش خالص، وبالتالي قال دي نقطه او ملحوظه تؤخذ على كل من ساهم وكل من عمل على هذا القانون. قال انه ازاي ما استدعاش الاتحادات وازاي لم تستدعى كمان الانديه والهيئات الرياضيه بخلاف حتى كمان النادي الاهلي. قال كمان انه فكره ما يتخذش راي النادي الاهلي في اي حاجه او رايه المشوره يعني ده بالنسبه له بحسب كلامه او بحسب التعبير يؤخذ على من صاغ القانون او على من عمل على القانون. الجزئيه بقى المهمه فيما بعد القانون، قال لك خلاص اما وانه القانون صدر اما وانه وزير الشباب والرياضه طلب مننا ان احنا يعني نساند القانون وان احنا نعمل على انتهاء هذه المرحله في مصر وفي الجانب الرياضي، قال خلاص احنا وقفنا مع القانون رغم انه في مشاكل كبير جدا، مشاكل كتير جدا جدا هتعمل ازمات. ضرب مثال واضح وصريح. المؤتمر ده كان منظم جدا الحقيقه، يعني يمكن انا بقول لحضراتكم وانا تقريبا السيناريو كله قدامي، يعني ضرب مثال واضح وصريح في جزئيه انه القانون ممكن يعمل مشكله. قال لك لجنه التسويه والمنازعات، تسويه المنازعات، قال هي فيها امر غير منطقي. قال ازاي تبقى اللجنه ديت من يرأسها هو رئيس اللجنه الاولمبيه؟ قال طب لو انا عندي انا مشكله كنادي اهلي او كاي نادي من الانديه عندي مشكله مع اللجنه الاولمبيه، ازاي اروح انا لمركز تسويه النزاعات والتحكيم ورئيس اللجنه ورئيس المركز ده هو رئيس اللجنه الاولمبيه نفسه؟ طب انا يعني طب ازاي؟ ده امر غير منطقي. وقال كمان انه في جزئيه بتجبرك انت، ده في حديثه اللاحق بقى على اللائحه الاسترشاديه، انه عدم قبولك بيها او عفوا قبول اعضاء الجمعيه العموميه باللائحه الاسترشاديه اذا لم يكتمل النصاب القانوني، ده معناه انه اللائحه الاسترشاديه هي بتكون من اختصاص اللجنه الاولمبيه، وبالتالي بحسب تعبيره حق للجنة الأولمبية تغيير أي شيء في اللائحة الاسترشادية والتحكم في اللائحة الاسترشادية جوه أي نادي. قال لك لو احنا في النادي الأهلي هنا ما أقرناش اللائحة بتاعتنا وتم إقرار اللائحة الاسترشادية ممكن هو يغير في بنودها في أي وقت، وبالتالي بقى ده نوع من أنواع يعني فرض السلطة على النادي الأهلي. أمور كتير جدا جدا الحقيقة أتكلم فيها المهندس محمود طاهر. أنا هعرض لحضراتكم جانب مهم جدا من المؤتمر الصحفي، وبعد المؤتمر الصحفي هرجع وافكر حضراتكم احنا قلنا ايه في البرنامج هنا لما الاتجاهات كلها كانت رايحه لجانب المؤامره، وانه مجلس اداره النادي الاهلي بشكله بهيئته ده بيعمل يعني بيقوم بعمل مؤامره محكمه للاطاحه بالمهندس او بالكابتن محمود الخطيب.